ورغم أن منتدى الاقتصاد العالمي انعقد هذا العام تحت عنوان الثورة الصناعية الرابعة التي ترمز إلى صعود الآلة والذكاء الصناعي في حياتنا، إلا أن المخاوف من السقوط مجددا في فخ أزمة مالية عالمية سحب الأجندة في ذلك الاتجاه. نتيجة النقاش كانت في واقع الأمر أقرب إلى التفاؤل منها إلى التشاؤم. التباطؤ الاقتصادي الصيني أزمة قابلة للإدارة، هكذا وصف المجتمعون في البلدة السويسرية المثلجة المأزق الصيني الذي ما زال يشعل الحرائق على امتداد الأسواق العالمية منذ الصيف الماضي. تفاؤل المشاركين في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس كان حاضرا هذا العام على الرغم من الاعتقاد السائد بأن العالم يقف اليوم على حافة ركود جديد. المجتمعون من صناع قرار وقادة دول ورؤساء شركات وخبراء اقتصاديين رأوا أن تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد الصين لن يؤدي إلى انهيارات، وإنما ستتخلله مطبات تدل على صعوبة في تعامل الجهات الرسمية في البلاد معه. وتوقع المشاركون في المنتدى أن يكون التدهور الحالي في الأسواق المالية مؤقتا ريثما تثبت أقدامها في أجواء انتقالية على صعيد السياسات النقدية العالمية. من جهة ثانية، مثلت التحديات التي تواجهها أوروبا غيمة سوداء ظللت المنتدى، بدءا من أزمة اللاجئين التي تخلق اليوم في طريقة مقاربتها شرخا عميقا بين المتمسكين بالخيارات الوطنية المنفردة والملتزمين مبادئ الوحدة الأوروبية الجامعة. أضف إلى ذلك مخاطر خروج محتمل لبريطانيا من المنظومة الموحدة، وهو ما دفع بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى القول إن أوروبا تقف اليوم على مفترق طرق. المنتدى الذي حمل هذا العام عنوان الثورة الصناعية الرابعة ناقش مزايا التطور التكنولوجي وتداعياته على الحركة الاقتصادية العالمية. بعض المشاركين حذروا من أن هذا التطور سيعمق الفجوات ويعظم عدم المساواة بين البشر، حيث ستلقي الزيادة في استخدام الروبوتات بثقلها على معدلات البطالة. بالنسبة لصناع السياسات المالية والنقدية، هذا الواقع سينتج عنه استمرار في تدني مستويات التضخم، مما سيضعف من قدرة الحكومات على رفع أسعار الفائدة. من ناحية أخرى، كان لملف المناخ حضور كبير في لقاءات دافوس التي احتفت بالقرارات المجمع عليها في قمة باريس المناخية في ديسمبر الماضي، معتبرة أن التوجه العام نحو عالم أخضر قد تحدد ولم يبقى سوى أن تتحقق الانطلاقة الجماعية وتتسارع خطواتها.